distribution plot. تمام؟ في الداتا فيجواليزيشن. هذا الدرس الخامس في الداتا فيجواليزيشن. طبعا اكيد صرتوا عارفين زهرة الايرس. الداتا سيت هذه فيها 150 زهرة، 50 من كل نوع. انا في عندي 3 انواع. تمام؟ ايش هي الانواع اللي موجودة عندي؟ سيتوسا، فيرسيكالر، فيرجينيكا. طبعا بدنا نستكشف، بدنا نعمل فيجواليزيشن لهي الداتا سيت. فاول حاجة بدي اقرأ الداتا سيت، وبدي احط الكولوم، الاندكس كولوم هو الاي دي، واشوف كيف شكل الداتا سيت. تمام؟ طبعا فيها اربع فيتشرز بالاضافة للكلاس او التارجت، اللي هي سيبل لينث، سيبل ويث، بيتال لينث، بيتال ويث، يبقى طول السبلة وعرض السبلة، وطول البتلة وعرض البتلة، بالإضافة للسبيشيز نوع الزهرة. الهيستوغرام، في الهيستوغرام أنا ممكن أعمل هيستوغرام ل ل ل لهذه الداتا سيت باستخدام الديست بلوت، ديستريبيوشن بلوت. إيش بعطي له؟ أتريبيوت معين، وهنا أنا بحط الـ KDE بتساوي false. ايش الـ KDE؟ اللي هي الـ Kernel Density Estimation بتساوي false. ايش الـ Kernel Density Estimation؟ هو بحاول انه هو يقدر شو توزيع البيانات. تمام؟ وعلى اساسه بروح برسم الهيستوغرام. فانا بقول له لا، ما تعملش هذا الكلام، اعمل لي بلوت عادي بدون ما تقدر او تعمل Estimation للـ Distribution تبع البيانات. فبظهر انا عندي هاي الزهرة او هذا العمود انه هاي الـ Distribution بلوت تبعه. تمام؟ الطول بتراوح بين، خلينا أقول إنه أقل وحدة مثلاً على سبيل المثال 3، لغاية أكثر وحدة لا هذا عفواً مش الطول، هذا فريكوانسي، هذا فريكوانسي. طيب بالنسبة لهذا الفيتشر اللي هو البيتا لينث، كيف ممكن نفسره؟ هذا مش حسب انواع الزهر، هذه لكل الازهار. انا ما رسمتش لكلاس معين، انا رسمت لكل الازهار. اغلبهم طولهم 1 و2 سنتي. هذه فئه، والفئه الثانيه من 3.5 ل 6 بوينت سمثينج. تمام؟ نادر جدا لما يكون في عندي ازهار طولها بين 2 و3 وشويه. يبقى هذا الأطوال، طول البتلة بعبارة أخرى تفسير هذا البلوت، إنه الأزهار نادر، يعني نادر لما ألاقي زهرة طولها أو طول البتلة فيها من 2 وشوية لغاية 3 وشوية. هاي معنات هذا الكلام. أما البقية موجود بتوزيعات مختلفة. تمام؟ طيب الـ density plot، الـ density plot KDE plot بديله كذلك الـ العمود اللي أنا بدي أرسمه، بالإضافة للبراميتر هذا شيد بتساوي true. شو تفسير هذا الكلام؟ العمودية اللي هو الطول، كيف؟ الأعشار هذه قديش أنا عندي، يعني نسبة البيانات بالضبط. صحيح، اللي هو بين 2 و3 نزلت. تمام؟ بس ايش بيظهر؟ انا عندي البيك. ايش البيك انا عندي؟ عند وين؟ 5. وين في عندي بيك تاني اصغر؟ عند 1. تمام؟ هنا ايش بيظهر لي؟ بيظهر لي فريكوانسيز. كيف؟ هذه كفاليو.
يعني هنا معنى الكلام إنه أنا عندي 150 زهرة، تمام؟ حوالي 25% منهم طول البتلة فيها حوالي 5، تمام؟ وعندي نسبة تانية اللي هي قديش؟ حوالي 18. قديش طول البتلة؟ 1.8 مثلاً، زي هيك. هنا بيجيب لي frequencies إنه كعدد، عشان هيك أنا عندي 50. هنا كنسبة مئوية إنه قديش أنا عندي في البيك. البيك هذه حنستخدمها لتفسير شغلات تانية حتظهر في الاكسرسايز معاكم. طيب الـ 2D plot، الـ 2D plot فعلياً أنا بحاول أعمل join لرسمة عمودين بهذا الشكل. هنا الـ beta length مع الـ sepal width و الـ kind بتساوي KDE. KDE يعني نفس هذا النوع KDE plot. فبروح برسم لي انه هذه للواي وهذه للاكس، تمام؟ بهذا الشكل. طيب هنا في انا عندي هيت ماب، والهيت ماب هنا الكلر الداكن بيعكس نسبة اعلى، قيمة اعلى، تمام؟ طيب القيمة الاعلى هذه جاية عند وين؟ شايفين البيك هذه؟ ايوه، مع وين؟ مع البيك الثاني. معنى الكلام انه انا عندي، بدي اقول انه عندي النسب هذه اللي انا بجيبها هنا في البلوت، هذه النسب هذه انه معظم الازهار بيكون انا عندي هذا الاكس اللي هو البيتا لينث بيكون عبارة عن 5 والسيبل ويث 3، 5 و3. أنا بستكشف نمط عام إنه أنا عندي في الغالب معظم الأزهار إنه طول السبلة فيها 5 وعرض عرض السبلة 3، تمام؟ هنا أنا عندي فريكونسي أقل بهذا الشكل، فبالتالي زي كأنه أنا باخذ بعين الاعتبار 2 بلوتس إنه قديش إنه التكرار تبعهم. ممكن نعمل كلر كودد لهذا الكلام. هنا أنا رحت فصلت الكلاسز الثلاثة كل واحدة في ملف، تمام؟ قرأتهم وبروح بعمل ديست بلوت ديست بلوت ديست بلوت. بالمناسبة هاي الخطوة مش بالضرورة إن أنا أعملها إن أنا أفصلهم في فايل، ممكن أنا أفصلهم باستخدام اللوك وأقول إنه السبيشيز بتساوي كذا، ومرة تانية السبيشيز بتساوي هنا السبيسيز بتساوي فيرسيتوسا، وهنا فيرسيكلر، وهنا فيرجينيكا. اوكي، طيب هنا رحت عملت جوينت مع بعض ديست بلوت ديست بلوت ديست بلوت بنفس الفكره، زي كانه دمجت هيستوغرام لاكثر من كاتيجوري مع بعض، عشان هيك فصلهم عشان يدي لكل واحده لون مختلف. طيب هنا شو التفسير؟ هنا دخل الكلاس ليبل الليجند، انا عندي فيه كلاس ليبل. والاكس اكسس بيتا لينث. هذا ايش الكلاس؟ سيتوسا، تمام؟ بتمركز توزيع السيتوسا انه طول البتلة فيها قديش؟ من 1 لـ 2. بيور ولا مش بيور؟ في تداخل مع كلاس تاني؟ ما فيش. يبقى بقدر اقول وانا مغمض انه اذا كان طول البتلة بين 1 والـ 2 يبقى السبيشيز سيتوسا بدون اي ادنى شك، لكن هنا في تداخل، بقدرش اقول هذا الكلام. بدي أصير أقول إنه عبارة عن فترات، ليش؟ لأنه في عندي الفترة هذه من 4.5 لـ 5 في تداخل في التوزيع، فبقدرش أقول إنه من 3 لـ 7 إنه عبارة عن فترة واحدة، أو عفواً من 3 لـ 5 إنه هذه عبارة عن هذا اللون اللي هو فيرجينيكا، تمام؟ وإنه من 4.5 لـ 7 هذا فيرجينيكا، لا في تداخل.
يبقى بقدر أقول بشكل آمن إنه أنا من 3 لغاية 4:30 هذا فيرجينيكا، صح؟ فيرتيكالر. ومن 5 لغاية 7 هذا فيرجينيكا. الآن الفترة هذه اللي هي من 4:30 لـ4 هذه فيها مشكلة، بدي أدخل بالضبط، بدي أدخل عوامل تانية عشان ما أتضرر. تمام؟ هذا الكلام عاد بدل ما هو كان هيستوغرام صار إيش؟ ديستريبيوشن بلوت بهذا الشكل. هنا واضح انه ما فيش تداخل، تمام، توزيع تبعها بهذا الشكل، هنا في تداخل في الفتره هاي بهذا الشكل، تمام. هذا الكلام حيظهر معنا في الاكسرسايز